وسطياً تنتج البقرة حوالي 15 لتراً من الحليب في اليوم. ليس سيئاً، ولكن الشخصية الرئيسية لحلقة اليوم تنتج 10 أضعاف ذلك. من هي وأين تعيش؟ ستكتشف ذلك الآن. في هذه الحلقة سأريكم بقرة خارقة تنتج 150 لتراً من الحليب في اليوم. كما سأخبركم عن حيوانات أخرى رهيبة حطمت جميع الأرقام الزراعية. لنبدأ. بقرة خارقة تنتج الكثير من الحليب. ربما ظننت أنني سأخبرك عن فصيلة من الأبقار، لكن لا، هناك بقرة واحدة فريدة من نوعها، ليس لها اسم مستعار، تعلمها من خلال ترقيمها 4307. أدهشت البقرة عديمة الاسم المزارعين لأنها تنتج فعلياً من 100 إلى 150 لتراً من الحليب يومياً. تربت البقرة 4307 في واحدة من أكبر مزارع مشتقات الحليب في الشرق الأوسط في مزرعة العين. عملياً يمكنك إيجاد الكثير من الحيوانات المنتجة في هذه المزرعة، وهو المميز الأساسي للعين، لكن هذه البقرة تتجاوزهم بمراحل. من المثير أنها في البداية كانت بقرة عادية متوسطة الإنتاج تنتج من 15 إلى 16 لتراً من الحليب كغيرها، لكن مع تقدمها في العمر تنامى إنتاجها بشكل كبير وبلغ أرقاماً هائلة. خلال حياتها أنتجت البقرة مئات آلاف اللترات من الحليب. المزارعون بالطبع فخورون جداً بالبقرة الاستثنائية ويهتمون بها للغاية لتستمر بإنتاج الحليب بشكل هائل. في الجانب الآخر من العالم هناك بقرة بنفس الجودة، قد لا تنتج 150 لترا من الحليب في اليوم، لكن عائدها الإجمالي من الحليب هائل. جيلت اي سمارف اي اكس 19 أو سمارف فقط، هذا هو اسم البقرة الكندية التي تعتبر أكثر الأبقار إنتاجا في تاريخ صناعة الألبان. أنتجت خلال حياتها أكثر من 200 ألف لترا من الحليب، هذا كاف لإعطاء سكان مدينة كاملة كأسا من الحليب في الصباح. هذا الإنتاج الهائل قد يتم تفسيره بصحة سمارف. خلال مسيرتها المهنية لم تصب بأي مرض، وطالما كان لديها أطراف قوية، ظهر مستقيم، وأسفل ظهر قوي، لا عجب أن إنتاجها من الحليب لم يضعف سمارف. ليس بإمكان جميع الحيوانات البلاء حسناً هكذا لفترة طويلة. البقرة البلجيكية الزرقاء الخارقة. هنا نجد فصيلا كاملا من الأبقار، وكحال البقرة 4307 تسمى بالأبقار الخارقة وتستحق اللقب بجدارة. نظرة واحدة كافية للفهم، هؤلاء هم الرجال الخارقون لعالم الأبقار. الأبقار الزرقاء البلجيكية نتجت عن تهجين عدة فصائل. كان العلماء يجرون هذه الاختبارات منذ القرن 18، ولا يزالون حتى يومنا هذا محاولين إنتاج أبقار أكبر بعضلات أكثر. يمكن تسمية الأبقار البلجيكية الزرقاء محطمي الأرقام القياسية الزراعية في مجال الحجم، فهي تزن أكثر من طن، حتى أن العديد من الثيران تبدو صغيرة بالمقارنة بها. هجن العلماء هذه الأبقار لسبب معين، لديهم عدة أهداف. أولاً، تنتج هذه الأبقار الكثير من اللحم الضأن منخفض الدهون. ثانياً، تنتج الكثير من الحليب ليس كبقرة 4307 أو سمارف. وثالثاً، هذه الحيوانات مقاومة للعديد من الأمراض. ومع أن الأبقار البلجيكية الزرقاء الخارقة تعاني من حجمها، صعوبات في التنفس ومشاكل مفصلية، يقدمون الكثير من الخدمات للزراعة. الماعز الأكثر إنتاجية. تعلمون جميعاً أن الأبقار ليست الوحيدة التي تعطي الحليب. في العديد من المتاجر يمكنك أن تجد حليب الماعز. هل تذوقته؟ يقولون إنه لذيذ ومغذ للغاية. ينتج هذا الحليب من الماعز، وماعز فصيلة سانين أفضل من ينتجه. إنهم أكثر الماعز إنتاجية في العالم، وبنفس الوقت هم أكثر الماعز شيوعاً في الزراعة. تم تهجين الفصيل في أواسط القرن 19 في ألمانيا. خلال 150 عاماً تكاثر في أرجاء العالم على خطوط العرض الحرارية. هذه الماعز محطمة مذهلة للأرقام القياسية. ماعز سانين لديها عائد سنوي قياسي من الحليب يبلغ 3507 لترات، وعلى اعتبار أن الماعز العادية ينتج حوالي 5 لترات من الحليب في اليوم. إلى جانب ذلك، تملك ماعز سانين الرقم القياسي العالمي في إنتاج الحليب اليومي والسنوي. يظهر الجزء الأساسي من هذه الفصيلة نتائج مذهلة يوميا. من غير المفاجئ أن فصيلة سانين تستخدم على نطاق واسع.
الحليب جيد بالطبع، ولكن الزراعة لا تهتم بالحليب فقط. ماذا عن المنتجات والأرقام الأخرى؟ مثلا بيض الدجاج. متأكد أن لدى جميعكم علبة من البيض أو عدة علب في الثلاجة، ولكن أتعرف أيها أكثر الدجاجة وضعا للبيض؟ يعتبر دجاج ليغورن الإيطالي محطم الرقم القياسي في ذلك، كما في حالة ماعز سنين. هذا الدجاج من بين الأشيع في الزراعة، بالإضافة إلى أنها أكثرها قابلية للتميز. عندما نتحدث عن الدجاج نتصور في عقلنا هذه الطيور الإيطالية الأعلى إنتاجية. يمكن لدجاج ليغورن إنتاج حوالي 300 بيضة في السنة، وهذا فقط رقم وسطي. الأرقام القياسية مذهلة أكثر من ذلك. مثلا عام 1930 وضعت دجاجة ليغورن 361 بيضة في سنة واحدة. ليس ذلك فقط، بل تضع بيضات غير عادية أحيانا. في عام 1956 وضعت دجاجة بيضة بصفارين وقشرة مضاعفة. وفي سبعينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كان هناك بيض بتسع صفارات. أعجبك ذلك؟ أخبرني في التعليقات، أتود أن تجرب بيضة بتسع صفارات؟ ابقى معنا لأرقام زراعية قياسية أخرى ستدهشك. المحصول. بالحديث عن الزراعة لا يمكن إهمال الحصاد. المحصول هو كل ما يهم المزارعين. كلما كان المحصول أكبر كلما كان أفضل. في هذه الحالة يمكن اعتبار راندي داودي من الولايات المتحدة بطلا حقيقيا. منذ بضعة أعوام حقق رقما قياسيا غير مسبوق في محصول حبوب الصويا. تمكن من الحصول على 11.5 طن في الهكتار. الرقم السابق كان 10.7 طن في الهكتار وصمد لست سنوات. ليعطيك فكرة عن ضخامة الرقم، متوسط محصول الصويا في الولايات المتحدة عادة 5.4 طن في الهكتار. راندي داودي حقق بداية نتيجة من 7 أطنان في الهكتار. وبعد الحصول على هذا المحصول في أول عام من العمل قرر أن يرى إلى أي حد يمكن أن يصل، وكما تشاهد وصل إلى حد بعيد. يقول داودي: الأساس في مضاعفة المحصول هو إيجاد طريقة الأمثل للتعامل مع صعوبات زراعة حبوب الصويا. يقول إن أهم شيء هو التغذية الكافية، السيطرة على الحشرات والأعشاب الضارة. إنها نصيحة مهمة. الجرار الزراعي. كيف يمكن للزراعة النجاح دون الآلات؟ لا بد من امتلاك الجرارات والحصادات. ولكن إن امتلك المزارع وحشاً كبادل كبير 747 لا يجب أن يقلق بشأن المحصول الكبير. بادل الكبير هذا أكبر جرار زراعي في العالم، تم تصميمه في سبعينيات القرن الماضي، ولكن خلال ذلك الوقت لم يكن أحداً قادر على تقديم شيء بهذه القوة والضخامة. سعة هذا العملاق كافية لحرث حوالي 400 هكتار من التربة يومياً. محراث ضخم يصل إلى 30 متر يربط في الجرار، قادر على حرث الأرض حتى عمق 120 سنتيمترا. حجم بادل كبير مذهل، طوله 8.2 متر، عرضه 4 أمتار وارتفاعه 4.3 متر. أتحدث عن النسخة الأصلية. لاحقا تم تطويره ليصبح أكبر من ذلك بقليل. أرقام قوته أيضا مدهشة. محرك الجرار بقوة 1100 حصان، ذلك أكثر من كاف. على أي حال، لمحطم الرقم القياسي نقطة ضعف. ككل الأشياء الضخمة يجب أن يأكل كثيراً. شهية العملاق مذهلة، يستهلك أكثر من 65 لتراً من الوقود في الدقيقة، لذا يجب أن تعيد ملأه بالوقود بشكل متكرر. أكبر مزرعة في العالم. أعتقد أن هكذا جرار سيكون مفيداً في أكبر مزرعة في العالم. بالمناسبة، أين تعتقد أنها تتوضع؟ ربما في الولايات المتحدة، روسيا أم أستراليا؟ إن قال أي منكم الصين فتخمينه صحيح. على أي حال، ليست جاهزة تماما بعد. المزرعة قيد البناء، ومع ذلك يمكن رؤية نتائج مرحلية مذهلة. ستتوضع المزرعة في الصين في مدينة مودانجيانغ. سيتم تصميم المزرعة العملاقة 100 بقرة. في هذه الحالة تخطط الصين لتلبية متطلبات روسيا من منتجات الألبان. نعم، إنه مشروع مشترك تشارك فيه روسيا. سيزرع طعام الحيوانات على مساحة 1000 هكتار من أراضي روسيا والصين. المزرعة محطمة الرقم القياسي، إنها مذهلة في مستواها. أخيراً لنتحدث قليلاً عن مزرعة أخرى تدعى مزرعة فيل قهوة إيفوري السوداء في دانغ، تتوضع في تايلاند. هذه المزرعة لا تتباهى بمؤشر ضخم أو أرقام مذهلة، مع ذلك يمكن اعتبارها محطمة لرقم قياسي من ناحية الغرابة. تربى فيها الفيلة وتشارك في إنتاج قهوة إيفوري السوداء. يشاركون فيه بشكل مباشر لأن السكان المحليين يصنعون القهوة بالاعتماد على مخلفات الفيلة. يبدو الأمر مقرفا، لكن التايلانديين مقتنعون أن هكذا مواد خام هي المكون الأساسي في عملية الحصول على حبوب قهوة لذيذة.
تؤكل حبوب القهوة من قبل الفيلة تتخمر في معدتهم وتتحرر بشكل طبيعي، ثم تغسل وتنظف وتعقم. على الرغم من غرابة الأمر، النتيجة هي حبوب فاخرة، بغض النظر عن حقيقة أن المزرعة تنتج فقط 120 كيلوغرام من القهوة إيفور السوداء في العام. يتحصل المزارعون على أجر جيد جدا، لأن سعر نصف الكيلو من هذه القهوة يتجاوز 500 دولار. يا له من عمل تايلاندي غريب. هذا كل شيء، أخبرني في التعليقات إن كنت ترغب في تذوق هذه القهوة الغريبة. شكرا للمشاهدة، وأراكم لاحقاً.